مهندس عايزين نشتغل يا باشمهندس. كل سنه مكتب مخصوص اسمه مشروع، تعالى فيه 2500 مشروع. لا واحد ربنا يعينكم ويقويكم يا باشا. ربنا بس عشان بس تبقى عارف. ايوه باشا الحكومه مفيهاش شغل. الطفل ده عايز يسلم. ربنا يوفقك يا رب. ايه مش سهران ده؟ احنا لسه جايين من الشغل. قول للمشاريع دي في حد يجي مشروع يقول لك 3 جنيه و4 جنيه.